السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكيك. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف، وحتى في الذوق ديالو كيجي رائع. وغادي نديرو بلا كريم تاع الليمون ولا البرتقال، راه كيجي زوين وسهل في التحضير. دغيا كنوجدوه هنايا، غادي نقطع عليكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. بسم الله. هانتوما يا البنات كتشوفوا هذيك لا كريم اللي كنديروها. المهم الطريقه راه كاينه في الفيديو، كتنزل لينا حتى لتحت. كيجي زوين، كيجي رائع ان شاء الله. الا جربتو غادي يعجبكم ويعجبو وليداتكم. بالنسبه كيف ما قلت في الفيديو، تقدروا تعودوا لا كريم ديال الليمون بلا كريم ديال الحامض. او فرجه ممتعه، ونتمنى ان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو ديرونا اللايك باش تزيدوا تشجعونا باش نزيدوا نعطيو الوصفات اكثر ان شاء الله. وفرجه ممتعه على بركة الله. غادي ندوزو المقادير ديال لاكخيم اللي غادي نديرو فوق هاد الحلوة ديالنا. عندي هنايا نص لتر ديال العصير ديال الليمون، عندي بيضة، 50 غرام ديال لاكخيم باتيسيير ولا مايزينا، وعندي 50 غرام ديال السكر. بغيتي ديرو حتى 100 غرام ديال السكر ديروه. انا عندي هذا حلو، درت غير 50 غرام. وغادي نوجدو لاكريم، من بعد ان شاء الله ندوزو باش المقادير ديال الحلوه ديالنا. بسم الله. غادي ندير مايزينا، غادي ندير البيض، المهم غادي ندير كلشي في خطره واحده. غادي ندير السكر، نزيد شويه ديال العصير غير باش نخلطهم مزيان. بسم الله. صافي الخليط ديالنا هو خلطناه مزيان، غادي نخوي هاد الباقي ديال العصير. ومن بعد غادي نديرو فوق النار وغادي نخليه حتى المهم حتى يبدا كيتقلي لينا وكنطفيو عليه. مكنبقاوش هذاك 3 ديال الدقائق اللي كنديروا لا كريم باتيسيير، حيت هذا باقي غادي ندخلو للفران. هنايا كيف ما كتلاحظوا انا درتو هنايا فوق النار، هي لا كريم ديالنا واجده. دابا غادي نديرها في شي طبسيل، غادي ندوزو باش نوجدو المقادير ديال الكيك. وهنايا على بركه الله غادي ندوزو المقادير ديال الحلوه ديالنا. عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، عندي هنايا بالنسبه لهاد جوج كيسان 360 غرام، كل كاس خدا ليا 180 غرام. نقدر نزيد شي شويه ونقدر نكتفي بهاد القدر. عندي نصف كاس ديال الحليب، كتر من نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر. عندي هنايا الخميره ديال الحلوه 15 غرام، عندي قشور ديال الليمون، شويه ديال السكر نتاع الفاني،
وعندي هنايا ياغورت بالطوق نتاع هذه، خديتها بالطوق نتاع الفريز. تقدروا هاد ديروا اي طوق، المهم هذه اللي متوفره عندكم ديروها. هنايا على بركه الله غادي نديروا السكر، غادي ندير هاد القشور ديال الليمون، ليمونه وحده ولا البرتقاله وحده. غادي نزيد عليه السكر. انا درت الكاس، تقدروا الا ما بغيتوش الحلاوه بزاف تقدروا ديروا نصف الكاس، ولكن راه ما كتجيش حلوه بزاف. ومع هذيك لا كريم ديال الليمون راه ما درناش 100 غرام ديال السكر، درنا غير 50 غرام. هنايا غادي ندير 4 ديال الحبات ديال البيض، وغادي نخلطهم مزيان. هنايا بعد ما خلطت ديك السكر والبيض ديالنا مزيان، غادي نضيف الزيت. وغادي نضيف الحليب. هنايا غادي نضيف ياغورت كما قلت لكم، اي نكهه تقدروا ديروا ياغورت ناتور احسن. انا ما عنديش ياغورت ناتور، هادشي زعما هادشي علاش درت هادي نتاع الطوق نتاع الفريز. بالنسبه للبنات راه درت القبصه ديال الملحه مع فرينه. هنايا غادي ندير فرينه ديالنا كاس الاول، وهذا غادي نبقى نضيف شويه بشويه حتى نشوف. غادي ندير الخميره، هنايا البنات غادي نزيد شويه ديال الفرينه. وغادي نكمل. هو القوام ديال الكيكه ديالنا كيف كيجي. كتلاحظوا هذيك 360 غرام ديال الفرينه. وهنا البنات كيف ما كتلاحظوا راه درت فيه هاد الليمون، جبت انا غادي ندير في هاد نتاع السيليكون، درت فيه شويه ديال الزبده ورشيته بالطحين. دابا غادي نخوي الخليط ديالنا. هنايا درت هذيك لا كريم تاع الليمون، درت هاد لادو، تقدروا ديروا غير لا بوش عادي. باقي البنات راه باقي سخونه، هنايا كنحاول كنضغط عليه باش تدخل لينا في الحلوه كيف ما كتلاحظوا. هاد لادو راه كتقيس العجينه، عفوا
كيف ما كتلاحظوا انا استعملت كل شيء هذيك لاكريم اللي درت انا باش ما نزيد داك الشيء اللي بقى. دابا غادي ناخذ هذا السكر اللي كنديروا في لي شوكيت، تقدروا ديروا به باي حاجه نتوما عندكم، ديروا بالكاوكاو ولا اللوز ولا لي بيبيتو الشوكولا، حتى هما كيجيو زوينين. وغادي ندخلها للفران. انا دابا شعلت الفران ديالي ملي كملت لا كريم، شعلت الفران درت ليه 180، ولكن ملي كنجيب الكيك كنزلو حتى 170 درجه، وكنخلي حتى طيب على خاطرها. كل بلاصه نديرو فيه شي شويه، واخا شي شويه زعما ما نديروش بزاف. وانا غادي ندخلها للفران حتى طيب لينا. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتلاحظوا. كناخذ المهم واحد الموس ولا كنثقبو نشوفو واش طابت من الداخل وصافي. المهم دابا غادي نخليها حتى تبرد ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي نخرجها من هذا المول باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. الشكل ديالها راه كتجي زوينه بزاف، وهنايا البنات كتجي رطبه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها مع لا كريم تاع الليمون. كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوها بلا كريم نتاع الحامض ولا غير لا كريم باتيسير. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وجربوها، وما تنسوناش باللايك بطبيعه الحال اللي عجبكم الفيديو باش تزيدوا تشجعونا. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.